اوكي ويس هاي اجين وجت اكلنا هسه التاي فود يعني تايلاند فود اوكي دجاج ولحم تمساح وفلفل بانواعه تيست ديليشس يعني كلش طيب اوكي هسه احنا بداون تاون ناكسفيل ما ناشفيل قلت لكم هنا كلها جامعات هاي بس جامعات بها فشوف هنا مثلا عندك هاي هذا مطعم هنا موجود فوق تطلب من جوا وتدفع مدري ايش تطلب جوا مطعم فوق هذا هاي عندك قلب ال... هي مدينة صغيرة حجمها يعني شوية اكبر مثل ما نقول مقاطعة صغيرة اوكي شو بيها مطاعم فنادق بيها هواي طلابة زي شي هنا بيها فهي منطقة حلوة يعني مو منطقة تعبانة فهسا احنا جاي نفطر رائع يلو سوليت فرايحين هسا احنا وين للبيت لان استونا كملنا عشاء انا وايرن هاي ايرن هاي اوكي فرايحين للبيت شوية نرتاح قلت لكم هاي الشوارع مالتهم صغيرة لانه مدينة صغيرة وحلوة فرائد خضير علاوي كل الحبايب هي هاي ناكسفيل تينيسي اللي احنا بيها هسه ف هنا بهاي المدينه بيها حوالي 6 جامعات من ضمنها كليه الحقوق بيها كليه الطب وتكنولوجيا وشغلات بيها ف اكو مرات تدفع فلوس وتدرس على حسابك واكو لا تقدم على طلب وإذا قبلوك تجي لهنا شوف هاي البنايات القديمة الحلوة ف يعني كل جميلة ف anyway هاي البنايات البنوس ف أتمنى أن جاي راويكم الشغلات الحلوة مثل ما يقولون شوف هاي هذا المقر مال الجامعة الرئيسي هنا تجي تقدم طلب وإذا أقول لك تروح داوم جوا وشوف الناس يعني ما له شغل تدرس الواحد هنا ما محتار بعيشتها ترى يشتغلون مدارس ها I think I mean we go straight or we take a left take a left okay شوف هاي البناية شو حلوة هنا عندنا تفتحني ف Yeah, right here. You want to show them? I got it. Okay, you got it. Cool. أتمنى لكم هنا يعني صدق غير يعني أتمنى الأهل هنا موجودين يعني حياة شوية حلوة صحيح تعب بس هي حياة حلوة يعني أنتوا أنا متأكد لا كهرباء حارة جو حار عندكم وها وحبيت اقول لكم العفو كل عام وانتم بخير ورمضان سعيد عليكم ان شاء الله خوش ان شاء الله الله يوفقكم ويسهلها عليكم ويخلي الحكومه اذا بيها حظ تساعد الوادم فكل عام وانتم بخير وايامكم سعيده اعذروني ترى نسيت انا هالسالفه اليوم عيد عندكم هسه احنا طبينا بهذا قلب المدينة مرة ثانية ف حبيت اراويكم هاي الشغلات يعني مناطق حلوة مناطق حلوة شوف هاي قهوة عربية اذا عربك كوفي هاي هي المطاعم يسمونه كوفي شاب هنا هواي عندهم وجاي شوفوا شوف شوارع نظيفة حلوة فاللي يتمناه بس تديرون بالكم على الواحد لأنه رجل بكم تعبانين بالذات بس مني رائد الثدولة تعبانين الاثنين هذا داون تاون طبنا على يرمت ذا كم مرة جينا فشوف يعني الناس ما قلت لك تجي لهنا على المغرب يبدون يأكلون مطاعم حدائق شوفوا هاي سينما جا
جاي يصلحون بيها. شوف هاي الحاوية يذبون بيها الغلاط ذا يصلحون مطعم أو ما يذبوا بالشارع يجيبون حاوية مثل هاي ويخلون الوساخة بيها. فهاي داون تاون ناكسفيل it's beautiful look the art over here you know what I'm saying. I want to say thank you for Aaron because he helped me with the video. So I want to say thank you, Baba. You're welcome. He makes sound like more manly. هذا مطعم عندك هنا. سينا ما عارف صفه. شوف. فدي بتبتو لنا الساعة ما عارف. Just هاي جاي يشتغل بيها. Just beautiful life. حياة حلوة. يشتغلون خمسة أيام ستة ويفتح من هذا المطعم عندك هنا حلو. شوف الوادي مشون قاعدة تأكل وتشرب والله عم الأكل مالهم أرخص من العراق ترى. لا تتوقع غالي أكلهم رخيص يعني. هذا الأكل اللي كنا هسه أنا وإيرن أكلنا والشرب مالنا وشغلاتنا ما خلفنا $22. وأنا أذكر حجي خضير ودانا المطعم أربيل ثلاث احنا مدري اربع عدب لحوالي 100,000 دينار هو تمن ومرق ومرق وتمن. فهنا الفرق. anyway هسه احنا من نطلع نطلع هنا رايت ليش ورايت بس ويا بس احنا طالعين هنا منطقه ثانيه ما ادري اصور احنا تيحنا عدم ولاص اوكي اتس اول جود بابا. Yeah, we are شوفان مناطق حلوة عندهم. So تحياتنا للجميع. No, we are right place. بابا. Okay. So مرة ثانية. كل عام وانتم بخير وموفقين إن شاء الله. Is that the river over here? I don't know either. Is that when we take our home, Aaron? Oh.